يا طيبة يا رنة الخلاخيل، أباري النحاس بتميل من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل. يا طيبة يا رنة الخلاخيل، أباري النحاس بتميل من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل. لما تمشوا وتركزوا كده في الشارع وانتوا ماشيين في كل مكان في مصر هتلاقوا حاجة حلوة بجد، هتلاقوا شكل حلو، هتلاقوا تاريخ بيتكلم عن نفسه، هتلاقوا حتى أشخاص من الناس اللي ماشية في الشارع عندها حاجة حلوة، سواء في الوجه سواء في الحركة. الفكرة نفسها انه لما ربنا بيدي حد موهبة بيداله في الحتة دي، انه هو ممكن يشوف حاجة احنا ما شفناهاش. الموهبة دي لما توثق بصورة فوتوغرافية وتبقى، ده جزء بيبقى الحقيقة أكتر من رائع، وده فن من الفنون. وأعتقد أن الموبايلات كمان علمتنا ده، النهاردة أصبحت الكاميرا في إيدينا كلنا، فبقينا بنحب ناخد اللقطات دي سواء نحتفظ بيها لنفسنا أو ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بشوف الحقيقة مجموعة من الصور رائعة جدا. إنما إزاي تبقى محترف وإزاي تقدر أنك أنت تاخدها الهواية بتاعتك، هو ده اللي هنعرفه من احد المحترفين ضيوفنا النهارده. برحب بالاستاذ محمد ورداني المصور الفوتوغرافي. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بحضرتك استاذ صالح، تنورتنا من سنه وكنت اخد جايزه، وما شاء الله يعني العديد من الجوائز حصلت عليها في التصوير الفوتوغرافي. كلمني الاول كده عن الهوايه دي جت ازاي معاك. احنا كان من سنه كلمنا لقاء هنا مع بعض، كنت لسه واخد جايزه اول اتحاد اوروبي، وكان هنا برضك بصراحه يعني تنبؤوا ليا بعد ما اشوف الصور ان انت هتبقى معانا قريب ويبقى جايز كتير ان شاء الله. حصل اكتر الحمد لله حوالي 10 جايز بعديها. تمام. الحمد لله يعني البدايه كانت من 3 سنين اتجهت لبدايه التصوير الشخصي، وبدات اشترك في معارض، بدات ادخل في مسابقات، فكانت النتيجه الحمد لله اكتر من 27 معرض، اكتر من 10 جوائز في التصوير محلي ودولي. اخر جايزه كانت ايه؟ كان اخر جائزه كانت من السعوديه، كان عن مركز الاهتمام الصغير. دي كان مبلغ مادي كان حوالي 1000 ريال تقريبا. ده كان بعد العيد تقريبا. الصور اللي اخذت عليها الجوائز بقى، وقول لي الاول انت يعني الفكره بتجيلك ازاي؟ هل انا بعرف انه في بعض المصورين بيحط هو فكره ويبدا يشتغل عليها وياخد كادراته اللي هو شايف ان هي هتدي شكل حلو، وفي بعض المصورين اللي هو ربنا بيلهمه كده بكادر معين فبياخده فبيبدا ان هو يطور من نفسه ويشوف بقى الحاجات الحلوه ويصورها، انت من انهي حد فيهم؟ انا الاثنين. الاثنين. الاثنين، يعني ممكن ابقى جاي لحضرتك كده في الطريق شفت لقطه او كادري مثلا شدني عجبني ببدا اتعامل معاه. بس هو الحمد لله يعني هي الموهبه من عند ربنا، ان انت دايما صورك بيبقى فيها مضمون، عمق عمق المشاعر زي ما بيقولوا. يعني اللي يهمني في الشكل مش الشكل. بتتكلم عن حاجه، بتقول حاجه، فيها رساله. فيها رساله بقى من طيور، من طائر، من انسان. طب يلا بينا، ادي الصور اهي. دي صوره دي كانت في درب شغلال البلياتشو. البلياتشو. استاذ احمد ناصر ده مهندس. بس بيحاول بقى ينزل المناطق هناك، بيحاول يسعد الاطفال بحاجات بسيطه كده، الالوان كمان. الوان. ده بيبقى دور الفنان يعني. دور الفنان اذا كان فنان فوتوغرافي. بجميع انواع الفنون. الصوره دي شجر مع بس هي الصور عليها زوم. ده صوره اخر سقين مصر. بس الصوره عليها زوم، دي من مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي. من الشخصيات برضك الكاركترات اللي اثرت معايا جدا عم عبد الحميد السقا. كانت الصوره دي ليها حكايه كبيره، ان هو كان نفسه يطلع عمره لما قابلته، والحمد لله فضل الصوره دي، الصوره انتشرت جدا وسافر عمره ورجع قبل الكورونا بفتره بسيطه. نشوف يعني اللي بعده. ده محل احذيه في الدرب الاحمر في الخيميه. برضك هنا بص، هو الصوره فيها عمق، بس عمق المضمون بتاعي دايما مع الناس.
اللي شغاله يمكن يعني الشخصيه الموجوده ده محل احذيه انا يعني احنا شايفين الصوره بالعافيه يا جماعه فسامحوني على التعليق لا وعليها زوم فيها كروب جامد انت خدت العمق ده بالالوان الناس اللي فيها كل حاجه فيها والناس والسن بتاعهم ومهنتهم ان هم يعملوا الشغل بالشكل ده من فضلك يعني قول لي كمان التعليقات اللي على الصور برضه يا استاذ محمد دي ايه هي الصور عليها زوم قوي دي صوره طبيعيه دي كانت في مدينه دهب انا بنزل على الاماكن ديت بدور على الشخصيات اهم يعني اللي يهمني في المكان الشخصيه بتاعته بالذات الاماكن الشعبيه اللي عندنا في مصر فيها جمال غير عادي فالكاميرا بتركز دايما يعني بحاول دايما ان اركز على جمال الناس الموجوده يعني انت بتحط دايما الكادر العمق الاساسي هو الشخصيه في المكان بتربط المكان وبعدين بتربط المكان هنا الصوره دي ده من الفخارين دي صناعه الفخار يعني دي من اقدم المهن في مصر واحنا من اقدم الدول العالم في في الموضوع دي ابيض واسود حسب الظلال استغلال الاضاءه بقى في الابيض واسود دايما بيبقى دايما تركيزه ده على العنصر الموجود بس ما شتتش ده بيبقى أنا صعبه يعني انا بعرف استاذ محمد انه التصوير هنا في الابيض والاسود بيبقى صعب بشكل كبير يعني صعب يعتمد الفنان ان هو بيظهر العنصر بتاعه العنصر المباشر بتاعه فانا انت عايز منها ايه عايز تظهر ايه فهنا بقى يا تقدر تعملها بنجاح يا اما الصوره هتبقى اوت بقى منك خلاص جميل اخدت دورات تدريبيه على التصوير ولا كلها هوايه وموهبه هي البدايه هوايه بس بعد كده لما خلاص انت بدات تحصد جوائز 2 3 بدات العين اعلاميا بدات تظهر اعلاميا فبدات لا التعليم على الانترنت بدات اشتغل على نفسي طبعا اكتر في مواقع متخصصه جدا في الفوتوغرافيا كتير وفي المصورين وبنشوف الحقيقه حاجات بديعه بجد ده حقيقة لما بيحصل لقاء بينكم في المسابقات وفي الجوائز ايه اللي بتكتشفه جديد وبتقول انا هعمل ده المره اللي جايه انا دايما بيبقى عندي عناصر يعني الاساتذه بتوعنا زي استاذ اشرف طلعت ده بالنسبه لي مثال اعلى راجل شغال في ناشونال جيوغرافيك يعني ده بيبقى انا ببص على شغله هو برضك من الناس اللي انا اقول انا يعني اتشرف ان اقول ان ماشي على طريقه بحب دايما القصه المصوره القصه اللي في الصوره صوره جواها قصه صوره تجبر اللي قدامه ان هو تشده اجبرك ان انت تروح لها يعني فالحمد لله وده بقى كمان استفدت بيه ان انا بقت بقابله عنصر جذب سياحي يعني للاماكن السياحيه للاماكن بتاعتنا الاماكن اللي هي الشعبيه فالحمد لله وبرضك نزلت الفيوم ده حصل عليها صور لذراع المجره كانت ناس كتير ما تعرفش ان ذراع المجره بالشكل ده في وادي حيتان بتتفاجئ زي بالاماكن بتاعتنا اللي في مصر انا انه احنا عندنا ده فعلا انا اتفاجئت بالاهرامات الصوره دي كده دي فين في الفيوم دي دي قريه البرولوس قريه يعني بقى لها سنين اهي بس انت الكاميرا بتعيد رؤيه بتجبر الانسان اللي على اعاده النظر للمكان تاني السؤال اللي ممكن يكون بيسأله المشاهد انت بتعمل فوتوشوب بتعمل تعديل على الصورة بعد ما بتاخدها ولا بتاخدها طبيعية كده وبتنزلها كده هو الفوتوشوب بيتعمل لتحسين من اداء التصوير فانا بستخدم بعدل الالوان لان طبعا امكانيات الكاميرا ما كنت بادئ بكاميرا بسيطه جدا وبصور دلوقتي حاليا كمان بالموبايل هنا انت اخد اللقطه اللي فاتت دي الصوره اللي فاتت لو نعرف بتاعت المركبه لا بتاع اهي يعني دي ايه ده مسجد مش كده السحاب كمان فوق مع الاضاءه بتاعته يعني انا دايما بحب تصوير الشتاء بسبب كده ان دايما الكادرات دي كانت مسابقه الحرفيش الثقافيه برده كانت مسابقه فوتوغرافيه كنت مشارك بيها وخدت جايزه لما بتخش على مسابقه بتختار المكان بتاعك ولا بيبقى ازاي في مسابقات بجهز لها يعني هنا مثلا الصوره دي انا حابب قوي ان انا اسمع دي من ضمن افضل 10 مواقع سياحيه على موسوعه ويكيبيديا العالميه من ضمن افضل مواقع سياحيه في مصر اتاخدت الصوره دي اتاخدت على الموقع ده متسجله رسميا دلوقتي ده ايه مسجد ده مش مسجد القلعه دي القلعه لا مش قلعه دي القناطر القناطر مش شايف كويس معاك سنه شويه دي افضل الاماكن السياحيه من ضمن افضل الاماكن السياحيه من ضمن افضل الأماكن. انا مش عايزين اماكن سياحيه مشهوره قد ما هم بيقول لك لا المسابقه دايما بتحاول تظهر حاجات ما بتبقاش منتشره قوي فبيبقى دورنا ان احنا نعيد اختيارك بقى للموضوع في مسابقات بتطلب موضوعات معينه وفي مسابقات بتترك لهويه المصور نفسه او فكره او اختياره يعني
هي في مسابقات المحاور بتاعتها الاساسيه دايما، ودي بقى اللي بتعتمد على الفنان ان هو يدرس المطلوب في المسابقه ايه. بحيث بقى داخل انا عارف، ما انا ممكن ادخل بصوره مش المحور المطلوب. في المحور العام ده بيعتمد من بيختلف من مسابقه لمسابقه. فدراستك للمسابقه وانك تقرا الشروط صح، فده من اساس نجاحك، بدايه نجاحك. صحيح. انهي اصعب، ان هم يحطوا لك رولز معينه في المسابقه، ولا انت؟ انا لو حطوا لي شروط انا مبسوط. بتبقى مبسوط. انا عارف اشتغل فين، افكر في عندي 1000 صوره مثلا، اطلع ادور على مين. عملت كم صوره صحيح يا استاذ محمد؟ والله انا كنت لسه من 3 سنين بدات ارتب في الكمبيوتر بتاعي، بعد 3 سنين حوالي مش عارف 20000 تقريبا. 20000 صوره تقريباً. صورت 20000 منهم صور اكتشفت ان انا مصورها وكانت حلوه يعني. فتره الكورونا عادت يعني تهيئه الكمبيوتر بتاعي في الفتره الصورة دي. دي هي فين دي؟ برولوس. برضو الصورة دي كانت واخدة اتحاد اوروبي وخدت جائزة من السعودية، بس هي عليها كروب يعني. بيت قديم والاطفال كانوا راكبين على والرسمة دي على البيت. رسمة على البيت. جميلة دي في البرولوس. في البرولوس. برولوس جميلة برضك. عملت يعني الصور كانت وسيلة دعاية سياحية للمكان دي. بتسعدني جدا يعني، تسعدني لما الاقي ناس بيكلموني من بره مصر عايزين نروح المكان دوت. اللي انت فالحمد لله بالشكل ده. فنان عالمية كلمتنا عشان شكل الصوره ديت، وطلب ونازله ان شاء الله في الشتاء باذن الله هتزور المكان. فدي بحاجه بتسعدني، بحس اني قدرت اخدم بلدي في حاجه يعني. الجو والتوقيت بيفرق في التصوير جدا. جدا. اختيارك للتوقيت ده، ما هي هنا دراستك ودراستك للمكان ودراستك للشخصيه، هي مش ضربه حظ يعني. يعني في مقوله الصوره رزق. لا، هي الصورة رزق المجتهد. فانت مدام ساعتها هتلاقيها. اكيد مش هتجلي معاك يعني. صحيح. اختيارك للوقت كمان والخروج ده بيفرق كتير. يعني بداية مثلا الشهر الجاي، بداية الشتاء دي بالنسبة لي بداية تراكم الصحب دي. انت طلع بقى الالوان بتبدأ تعيد. انت بص شكل الخضرة، بص اللون الاخضر اللي مثلا في الزرع دلوقتي. في وقت توقيت تاني اللون بيختلف. طبعا. فدي برضك الحمد لله. انا بقول لحضرتك اجمل حاجه في التصوير انه بيعيد رؤيه. خليني يعني اتكلم مع محترف بقى واقول انه خلاص كلنا بقينا معانا كاميرات. تمام. والتليفونات كل يوم بتطور من نفسها في خاصه في عمليه التصوير، والكاميرات اللي هي شديده الحساسيه جدا في التليفونات. المواطن العادي بقى مصور يعني. تمام. في بعض من الناس ابتدت تخش الفن ده من التليفون نفسه. حقيقي. ايه اكتر الحاجات والمسابقات، ما دخلتش مسابقه من المسابقات دي اللي هي ايه؟ اللي هي مسابقات التصوير بالموبايل. ما انا الحمد لله كان في مسابقه عدسه ديت، عدسات صغيره دي كنت اول مره، كانت مع فنانين مصريين فنانين عالميين، والحمد لله حصلت ان انا كنت من ضمن المشاركين. دي كان اول مره اصور بالموبايل، كانت صوره الراجل الطيب السقا دوت. دي كانت يعني الصدفه ان الكاميرا ما كانتش معايا. فمن هنا بدات افكر ان الموبايل لازم هيكون اسرع معايا. الكاميرا ممكن في اماكن تبقى صعب ان انا ادخل بيها، مثلا في منطقه زي هنا مثلا الكاميرا عشان امشي بيها بالنهار كده صعب، لازم تصريح امن. فالموبايل لا، اسرع. وفعلا الحمد لله عملت شغل خلال السنه 2020 ديت كان بالموبايل، والحمد لله كان ترند واتخذت انت طول الوقت بتتفرج على صور بالتاكيد على التغذيه البصريه، الانترنت. اي فنان عايز يبدا يشتغل على التغذيه البصريه يعني، انت مش هتنزل تصور وخلاص. بص الناس اللي وصلت، ابتدي من حيث انتهى الاخرون يعني. جيفن انت هم وقفوا لغايه فين؟ لا، ما تقوليش هبدا من الصفر وانا ليا رؤيه لوحدي. لا، انت لازم تكمل على رؤيه ناس تعبت وشقت. فانت كمل يعني، ضيف طفرتك انت ايه؟ مش شرط تبقى كربون من الناس العالميين دول. لو في بعض من الساده المشاهدين بيتفرج علينا وعايز ينمي موهبته دي، يعمل ايه وايه الكورسات اللي ياخدها؟ هي اول حاجه التغذيه البصريه، بعد كده بيدخل على مواقع الانترنت بقى تكوين الصوره، يشتغل على تكوين الصوره، عمق الصوره. كل الحاجات ديت بتفرق معاه من ناحيه الرؤيه. ويشارك بقى على مواقع السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بقى منتشر جدا، فبيبدا يعمل تغذيه بصريه، يخلي حياته كل يشوف الجمال. يعني ما يدخلش يتفرج على صور كتير، صور كتير بس مضمونه. بتتكتب ازاي؟ مضمونها ايه؟ شكلها يبدا يختار الاسامي، يعني يعمل سيرش هيلاقي اسامي مشاهير كتير وناس معروفه. ما انا ممليش يعني، ما بقاش الفيس بتاعي كله اخبار سلبيه ومشاكل وحياه بؤس وضرر لا، ما في جمال يعني. انت لو فتحت الفيس عندي ممكن يعني تنسى وقتك وانت عمال تتفرج، وانت بتتفرج على الصور دي. في موقعين اخباريين كلها في مصر، ما سافرتش بره مصر؟ لا يعني انا لما قعدت اكتشاف مصر انا قدامي سنين قبل ما اقدر اخلص. يعني ده مشروعك؟
لا هو بعيد اكتشاف مصر. بصراحه يعني بدات انزل جريس، قريه جريس دي انا ما كنتش اعرف من اقدم الكره في الفخار في مصر يعني. مئات السنين ما اعرفش يعني من كام سنه بس رقم كبير جدا، قديمه جدا قديمه جدا، والبيوت بتاعتها لدرجه ان نزلت قناه يعني في قناه عربيه نزلتها الناس بيكلموني الكلام ده كان زمان انتهى، لا لسه موجود، تعالوا تشوفوا الفخار ده لسه بيتعمل ازاي. فخار اليدوي ده الحرفه لسه موجوده، الحرفه لسه موجوده على فكره، دي صنعه ومهنه وحرفه يعني. النهارده انا اقدر اقول لكم انها غاليه جدا جدا يعني في الصناعه المعنويه جميله. فحتى انا بدخل المكان بعيد رؤيه المكان، فالحمد لله وعامله انتشار ونجاح غير عادي. لما بتشوف صورك على مواقع عالميه بتحس بايه وبتتواصل مع المواقع دي او هم بيتواصلوا معاك؟ كلمني مؤخرا الحمد لله يعني من يومين وكاله عالميه كبيره جدا يعني مش عايز اقول الاسم، فكلموني عشان يعيدوا نشر صور قلعه قايتباي كنت مصوره من سنتين، فدي كانت سعاده وبعتوا لي الابلكيشن ومضيت معاهم العقد ان هم يعيدوا. ما شاء الله، فحاجه ابقى فخر ليا ان ابقى ساعد ان نشر صور بلدي بالجمال ده. وانتوا كمان ساعدوا على نشر الصور الجميله اللي بتاخدوها في الاماكن الحلوه اللي انتوا بتتصوروا فيها، وخلي دايما من ضمن صورنا الشخصيه صور المكان اللي انت بتكون فيه، لانه ده بيعمل رواج سياحي كبير جدا، والناس بتسال زي ما احنا بنسمع من الاستاذ محمد، والمكان ده فين؟ المكان ده موجود في مصر ولا ايه بالظبط؟ ده السؤال الاهم، وده اللي بيخلي التطلع عند الناس ان هي تروح تزور المكان ده. نورتنا يا استاذ محمد، انا سعدت جدا مزيد من النجاحات ان شاء الله، ونزورك وتجينا برضو لا وعايز بقى في شكر قبل ما امشي بس استاذ احمد عطا من الناس اللي دعم اعلاميا، ودي حاجه بتساعد في الشباب اللي هي طالعه بصراحه. انا والله يعني بدايه حياتي هو كمان مهتم بالتصوير، الدعم الاعلامي مع الشباب الصغيره اللي هم لسه بادئين بتصوير الموبايل لما يلاقي التصويت الاعلام عليه من اساتذه كبيره زي كده. عندنا برنامج قوي جدا في التلفزيون المصري في القناه الثانيه تحديدا بيتكلم عن التصوير الفوتوغرافي. يا رب ورجاء رجاء على ان يتعاد نشر ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ محمد، نورتنا حضرتك. شكرا حضراتكم مشاهدينا، ومش هنسى اقول لحضراتكم واحنا رايحين نؤدي صلاه الجمعه ناخد اجراءاتنا الوقائيه، الكمامه بتاعتك مع المصليه، وان شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظ مصر يا رب. الى اللقاء.